من المعروف أن لكل بلد طقوسها المتعلقة بالعادات والتقاليد التي تعبر عنها، لا سيما في الارتباط، وقد تكون تلك الطقوس متوارثة مع الأجيال، ويجب القيام بهذه الطقوس والتقاليد من أجل إكمال الفرحة. لكن بعض هذه التقاليد تكون غريبة ولا يمكن تصديقها عند الزفاف. فلماذا تبكي العروس في قبائل التوغيا قبل الزفاف بشهر هي ووالدتها وجدتها؟ شعب توغيا هم أحد شعوب الأقليات في الصين، فهم ثامن أكبر أقلية في جمهورية الصين الشعبية، والتي يبلغ عدد سكانها 1.4 مليون نسمة. وتم الاعتراف بهذه الأقلية من قبل الحكومة الصينية كأقلية مقيمة في الأراضي الصينية. استوطن شعب توغيا الذي يرجع تاريخهم إلى أكثر من 12 قرناً جبال وولينغ وعلى حدود مقاطعة هونان المعروفة بأرض الأحلام، ويعني اسم توغيا في اللغة الصينية الشعوب المهاجرة. قبائل الصين المهاجرة لديها عادات غريبة في الارتباط تم توارثها على مدار عقود طويلة، لها علاقة بالعاطفة الجياشة، حيث إن البكاء ضروري من أجل أن تتم طقوس الارتباط. وطبقا للتقاليد يجب أن تبكي العروس قبل الزفاف لشهر كامل تقريبا، فيجب أن تبكي العروس كل يوم لمدة ساعة، وبعد 10 أيام تنضم والدتها لنفس طقوس البكاء لتواصل خلال الأيام العشرة البكاء مع العروس. كما يشمل التقليد أيضاً أن تنضم الجدة إلى العروس والأم بعد 10 أيام كاملة، كما تنضم نساء أخريات بالعائلة لطقوس البكاء التي لا يعرف سرها، وهل هي طقوس مناسبة للأفراح أم للأحزان. وبالإضافة إلى طقوس البكاء بمراسم الارتباط، يوجد أيضاً ثقافة اللبس والزي، والتي تعد جزءاً أساسياً من تقاليد شعب توغيا. تعد العمامة من أهم المميزات ومن العلامات التي طرأ عليها تغير عند شعب توغيا، فتغير لونها من الأبيض إلى الأسود. وكانت الغالبية العظمى من قبائل توغيا تستخدم لغات مختلفة عن الصينية، لا سيما بمنطقة جنوب غرب المندرين، حيث يتحدث عدد قليل من اللغات الهامونجية، ولكن بقي عدد قليل من المتحدثين. ويتعلم الآن الصغار اللغة الصينية منذ نعومة أظافرهم، ومع التطور الزمني يفضل الآن العديد من الشباب بقبائل توغيا استخدام اللغة الصينية عند التواصل. وعلى الرغم من العادات الغريبة التي يتمتع بها شعب توغيا الصيني في طقوس الارتباط، يوجد أيضاً في مقاطعة التبت بعض العادات الغريبة، حيث يضع بعض الأقارب العروس على قمة أعلى شجرة، فيما يقف أهلها أسفل الشجرة وفي أيديهم العصيان. وإذا اختار أحد الشباب الارتباط بها، فيجب عليه النجاح في الوصول إليها عبر أهلها الذين يحملون العصي، وإذا نجح في الصعود إلى الشجرة والإمساك بيديها، يجب عليه أن يحملها ويهرب بها وسط سيل من ضربات العصي، حتى يغادر المكان مع عروسه، ويكون بهذا كسب ثقة أهلها. لتكون عادة الارتباط في الصين هي الأغرب، فبين البكاء للعروس والعقاب بالعصي للعريس تعيش التقاليد القديمة الضرورية لإتمام الارتباط. فما رأيك في هذه العادات الغريبة؟ وما هي العادات الغريبة في بلدك؟